الحياة عنا أقوى بكتير من سقفة الموت. كيف أثرت أزمة لبنان في نانسي عجرم؟ أنا بالنهاية بنت هالبلد يعني. من بعد ما حكينا مع نانسي عجرم بالجزء الأول من اللقاء عن حفلها بأنطاليا خلال جولتها مع ستارز أون بورد، كان لازم نحكي معها عن الأوضاع الصعبة اللي عم بيعيشها العالم هالفترة، خاصة إنه هي كانت حريصة تنشر الإيجابية وتلتزم بشغلها وما هديت طول فترة الصيف. قديه بحاجة نحن لنفرح لهيدي الطاقة شوية الإيجابية؟ نحن عطول بحاجة لطاقة إيجابية، ونحن هلأ بأمس الحاجة لهيدي الطاقة الإيجابية بعد الظروف الصعبة اللي أول شيء كل العالم مر فيها. ولبنان بالتحديد اللي عم بيمر بمأساة صحية واقتصادية وبقطاعات كثيرة، لكن نانسي دايما بتشوف الأمور بعيون التفاؤل والطاقة الإيجابية. نحن شعب منحب الحياة، يعني إيماننا بالحياة أقوى بكتير، يعني سقافة الحياة عنا أقوى بكتير من سقافة الموت، فمنحب دايما نرجع نعطي حياة للحياة. الوضع صعب اللي بنا أثر عليكم فنيا وشخصيا؟ شخصيا ووطنيا، أنا بالنهاية بنت هالبلد يعني، أكيد أثر علينا نفسياً وأثر علينا من كل النواحي، وفنياً كمان أثر، هي لأنه بتتأثر نفسياً فنياً ببطل فيك تقدم إشي. يعني أنا ألبومي أجلته 3 مرات لأنه كنا عم نمرق بظروف صعبة، ولكن من لما نزل كسر الدنيا، ومعظم أغاني تصدرت الترند وحققت نجاح كبير، خاصة أنه كان منوع بين الرومانسي والراقص وألوان موسيقية ولهجات مختلفة. خدني من همومي ونسينا لعند حبة وسبنا مشاعرنا سيئة. نانسي، عم نستمتع بألبومك، كل غنية أحلى من التانية، في تنوع كتير كبير بالأغنيات، كيف ملاقيها أصداء وشو الأغنيات اللي أكتر هيك حبتها الناس عم تسمع عليها تعليقات إيجابية؟ أنا شايفة إنه تفاعل كتير حلو، وشايفة إنه الناس حابة. أنا هالمرة تبعت استراتيجية جديدة، قبل كنت نزل أغنية وصورها وبيرجع بينزل ألبوم من بعدها، هالمرة حبيت إنه نزل أغنية ورا التانية لحتى أترك الخيار للناس هي تختار أي غنية حبت أكتر شيء وأي غنية عبالها تسمع أكتر شيء. وبما إنه عم بتصور الأغاني فيديو كليبس، فحبينا نعرف شو الأغنية الجاي من بعد ما صورت سلامات. في احتمال بين 150، احتمال تاني أنا جاية معك، يعني لح صور كتير أغاني، بس أيها قبل تاني ما بعرف. عنك مش لقيا كلام ولا صحية ولا حتى أنا بنام. كل محبين نانسي عجرم اللي دايما بالملايين بيطلبوني سبيشالي لقلي بأخباري، شو تحبي هيك توصيلهم الرسالة اليوم؟ الرسالة هي رسالة واحدة يمكن لقلنا كلنا، لشعب العربي وشعب اللبناني تحديدا، إنه إن شاء الله ترجع الأمور مثل ما كانت وأحلى، إن شاء الله ننسى كل شيء مش حلو، ننسى الظلم، ننسى الأمور البشعة اللي قطعنا فيها، إن شاء الله بيكون في سلام دايما بلبنان بالعالم العربي، وتضل دايما الفرحة موجودة دايما.